ان هذا الاقليم اسمه علي حسن مبسوط، فبقول لك احنا صنعنا التاريخ وان احنا اجرنا بوابه بحريه ساحل بحري بطول 20 كيلو متر لاثيوبيا مجانا يعني من اجل الاعتراف. انت اصلا مالكش لازمه في الحياه، فهو محتاج حد يعترف بيه. والنمو الاقتصادي، وهذا تغيير لقواعد اللعبه واتفاق تاريخي وخطوه جريئه للامام تفتح الابواب افق اكثر اشراقا، يمهد الطريق لارض الصومال. فاكرين انتوا الاندلس؟ سقوط الاندلس اهو. وسقوط الاندلس المسلم كان في الاندلس وكان بفرحان انه قدم بنته للجندي الاسباني عشان يمارس معها الجنس. وكان المسلمين يتسابقون في الاندلس، دول مسلمي الاندلس يعني عشان تعرفوا هم مين مسلمي الاندلس. كانوا يتسابقون كل واحد ملك عنده مدينتين ثلاثه اربعه يحكمهم، اهو يعني ده واحد من ملوك الطائف في الاندلس. تكرار. فبيحكم ثلاث مدن اربع مدن، فيقوم يدي ملك اسباني يدي له مدينه ويقول له ايه خد مدينه هديه، واحنا نفس القصه، بيقول له خد 20 كيلو وخد الميناء وسكان الميناء فوق البيعه، ولو بعد كده عاوز يرجسي اهلا وسهلا. لكن هنا هو طلع بيان، هنا مكتب المتحدث باسمه، واضاف ارض الصومال لا يمكن بيعها ولا يمكن للرئيس ان يبيعها ابدا، هذه اخبار العدو، نحن لا نملك السلطه لذلك. انت اعطيته الميناء 50 سنه يعني الى الابد يعني، ما هو اصلا مش هيخرج، هو لو دخل الميناء يوم مش هيخرج منه. هو القوات اللي بتدخل تحتل بلد بتخرج؟ هو اصلا انت استشرت الشعب يعني؟ هل هذا الرجل استشار الشعب الصومالي اعطي الميناء ولا حاجه؟ ده الناس استيقظت من الصبح، قال لهم على فكره افرحوا انا اديت ارضكم لاثيوبيا، جايب الجنود الاثيوبيين جايين عشان هيدخلوا يمشوا مع بناتكم الصوماليات وكذا. فاهل هرجيسه هللوا وانبسطوا وفرحوا وقالوا له والله العظيم يعني الجنود الاثيوبيين دول، شوفوا بقى انظروا حضراتكم، ده راجع لما عاد من اثيوبيا، وهنا لاستقبال الشعب في هرجيسه، الجماهير مبسوطه في انتظار الجنود الاثيوبيين، وهنا النساء طالعه وعامله حاجه يعني. لما الجنود الاثيوبيين يدخلوا وبعدين يطمعوا في بنات هؤلاء وبداوا يمعلوا علاقات حب ويمارسوا الجنس معهم، ايه هيكون موقف كل الرجال الجالسين دول؟ هيصفقوا للجنود الاثيوبيين، وانه يعني كما جرى في الاندلس. وهنا حضراتكم انظروا الصور يا جماعه، انا هفرجكم الفيديو، الراجل فرشله سجاده على الارض ما اعرفش ليه، وماشي في مدينه هرجيسه كلها بالسيارات وكل الرجال انظروا في الشوارع، حاجه عجيبه جدا. وطلبه المدارس والشباب والصغار والكبار فرحانين بقدوم فحوله الرجل الاثيوبي وفحوله الجندي الاثيوبي القادم لهرجيسه والقادم لبربره. ده الجنود الاثيوبيين اغتصبوا بنات تجراي، اسألوا شعب تجراي يعني بالمناسبة، اغتصبوا بنات تجراي، وفي تقارير حقوق إنسان خرجت عن كده، فغدا تسمعون عن تقارير حقوق الإنسان عن اغتصاب النساء الصوماليات في هرجيسة. بس هنا احتفالهم يعني، أنا لما يحصل هذا الكلام وأنا اتكلمت أنه هتحصل حرب في السودان وسوف تغتصب النساء السودانيات، وأيامها شتموا فيا، ولكن حصل هذه الأيام يعني. فالآن الشعب السوداني يقول أغيثونا يغتصبون نساءنا، ما قلنا لكم من 5 سنوات سيغتصبون نساءكم وجلستم في البيوت، حتى مظاهرة ما خرجتوها. السودانيين كانوا يعني عندهم كسل وجلسوا في البيت، لكن هنا السكان هرجيسة مبسوطين بقى يعني، مبسوطين بأن البلد ضاعت يعني. انظروا سيادتكم حاجات لا يعني ولا في الخيال يا معلم يعني، حاجة الزعيم بتاعهم بيبشرهم بالجنود الاثيوبيين الفحولة الجنسية للجنود الاثيوبيين، واللي فعلوه في نساء تجراي هيحصل في نساء هرجيسة. كل الناس دي خرجت طوعا، محدش يقدر يقول الناس دي خرجوها غصب عنهم يعني.
لكن للأمانة سكان بربرة وهؤلاء وهذه القبائل الموجودة في بربرة وفي ساحل الصومال قالوا لا والله احنا لا نقبل انه الجنود الإثيوبيين ولا عاوزين الجنود الإثيوبيين ولا في حولة الجنود الإثيوبيين واللي فعله الجيش الإثيوبي في بنات تجراي لا نقبله ان يفعلوه في بناتنا وفي زوجاتنا. فخرجوا في مظاهرات مضادة يعني. فهنا بعض هذه المظاهرات كما تشاهدون. أيضا حصلت وقفات في بعض المدن خارج هرجيسة، هرجيسة عاصمة الإقليم بالمناسبة، لكن خارج هرجيسة. أنا مثلا الأستاذ هذا الله يديله الصحة يقول لي رئيس الإقليم أن تركب طائرة من هرجيسة ذات يوم وفي الليلة التالية تقول أعطيت 20 كيلو لإثيوبيا، ليس الأمر السهل يعني، حاجة عجيبة جدا. إيه وأنت بتقسم في بلدنا وبتمنحها كده من غير ما تسألنا؟ هنا شيخ اسمه حسن خير دردير أيضا في مدينة اسمها بوراما خطب عن الموضوع وقال كيف تكون أرضنا حصنا للعالم الإسلامي والأرض المباركة، وذكر محاولة هدم الكعبة التي تحالف فيها البرتغاليون والأمهرة اللي هم الحبشة يعني، وكيف تم إحباطها من قبل الشعب الصومالي في ذلك الوقت، وهذا حصل في فازكو دي جاما. إن حبشدو كعبضة أي قبصتاي حرم كبربريان أو دقح دقح أقادان سيد رسولك صلى الله عليه وسلم تلمامي أيام مدحوين موسى سهلي أو أقايا الحاري وأنا تاريخ مدوي قدك عقلي قادها فضيت سنين. أيضا خرجت مظاهرة في مدينة بورام الصومالية ربنا يبارك في أهالي بورام يعني ضد هذا العار والشنار. أيضا هنا مظاهرة أخرى. أيضا الداعية عبد المالك موسى جلدون كتب يقول لن يكون هناك المزيد من الأراضي التي ستأخذها إثيوبيا منا أو تحتلها إثيوبيا، سوف نستعيد أراضينا القديمة. وبعدها على طول الشرطة اعتقلته يعني. ليه؟ لأنه عنده شرف. انظروا حضراتكم إثيوبيا ماذا احتلت من الصومال. إثيوبيا احتلت إقليم العفر، ده إقليم العفر يا جماعة، واحتلت منطقة اسمها صومالي لاند أوجدادين حاليا يعني. فيعني كل هذا جرى اقتطاعه من الصومال. الذي تبقى من الصومال طبعا وقطعوا جيبوتي من الصومال بالمناسبة، جيبوتي أرض صومالية، والآن لم يتبقى إلا أجزاء صغيرة جدا على الساحل ما يعرف باسم الصومال الحالية، ولكن حتى هذه أيضا راحوا يمنحون هذه المنطقة أيضا للصومال، بالإضافة أن الصومال أصبحت مقسمة ومجزأة وأمراء الحرب كل واحد عامل لنفسه أقليم وفيدرالية وكلام تافه يعني.